إذن قيمة المعلومة بتقاس بمقدار ما تحقق الهدف من التعليم. لو معلومة ما بتحققش ده يبقى بتيجي في الدرجة التانية. يمكن في المستقبل هذه المعلومة تحقق شيء، أكيد كل معلومة بتحقق شيء، بس في عملية دلوقتي اختيار. يمكن احنا في مصر هنا ما عندناش مشكلة في موضوع الاختيار، لأن بيجي لي الكتاب جاهز أنا كمدرس، درس ده، ده المنهج اللي عندك، وبالتالي أنا ما عنديش مشكلة إن أنا هدرس إيه، أهو اللي موجود في الكتاب. لكن المفروض المعلم أو المدرس بيتساءل إيه المعلومة اللي أقدر أديها للتلميذ أو التلميذة تحقق الهدف. الهدف اللي هو باختصار من تاني بناء الفكر، والفكر من أجل أن يكون الإنسان أكثر إنسانية وأكثر محبة وأكثر نفع لنفسه لأسرته واللي حواليك. يعني حتى الفكر بيعتبر مش غاية نهائية، الفكر هو وسيلة من أجل أن يكون الإنسان أكثر إنسانية وأكثر محبة وأكثر رحمة مع غيره، وفي سبيل أنه يصنع حاجة تنفع نفسه وتنفع أسرته وتنفع مجتمعه. من هنا جت الفكرة. إحنا عايزين نعلم التفكير كوسيلة لبناء الإنسان. فاكتشفت اللي أنا فاكر إنه دي فكرة جديدة عندي، اكتشفت إنها مش جديدة ولا حاجة، إنها من أكثر من 20 سنة موجودة في إنجلترا مع دكتور اسمه إدوارد دي بونو، عامل مؤسسة كبيرة في إنجلترا اسمها مؤسسة إدوارد دي بونو Teaching Thinking، وبيدخلها ناس من 11-12 سنة إلى 70 سنة بكورسات مختلفة، يتعلموا بطريق مباشر thinking التفكير، ملهاش أي علاقة بأي منهج في مدارس خاص. وبالتالي قلت هنعمل الفكرة دي هنا، بس لابد حلقة وسطية بنسميها adaptation، ملائمة، عشان غير معقول ان انا اخد اللي بيتطبق هناك واجي اطبقه هنا بالحرف كربون. لابد ان يبقى فيه ملائمة عشان يلائم البيئة المصرية، يلائم الثقافة بتاعتنا، تلائم طريقة التعليم اللي احنا بنعملها هنا في مصر. طيب ازاي هتعمل ايه يعني؟ عن طريق اي معلومة بسيطة، لكن مش مقصودة بالذات دي، اي معلومة بسيطة. 2، عن طريق لعبة. ممكن مثلا ناخد لعبة وعن طريقها هنا في الأوضة دي حطينا فيها مجموعة من الألعاب. الدولاب ده فيه كمية من الألعاب البسيطة جدا جدا، ولكن ممكن نستعملها من أول ألعاب بسيطة زي كده لألعاب تانية تكوينات، من أول حاجة تانية لحاجة تانية. ميكانو معروف اللي هو تركيب أشكال وأنواع كتيرة من الرسمات، إلى أشكال تانية زي دوائر، زي مثلثات، زي مربعات، إلى مكعبات. كل دي معطيات بسيطة جدا جدا جدا. المطلوب منها ايه؟ المطلوب من بدءا من المعطيات البسيطة دي وصول الى فكر. الفكر بمنتهى البساطة هو لينك، رابطة، علاقة ما بين عنصرين. عشان ما نظنش ان العلاقة دي هي عبارة عن علاقة رياضية فقط، لان انا في الاساس مدرس رياضيات، خرجت شوية عن الرياضيات، ولو ان الرياضيات اسهل وسيلة عشان نعلم التفكير، لكن مش هننحصر في الرياضيات. انا بقول اللي احنا بنعمله ملوش اي علاقة باي منهج بما فيهم الرياضيات. مثال،
هنقول مثلا ايه العلاقة بين دولاب وما بين الذاكرة. فالبنت بتقول يقعدوا يفكروا في مجموعات، ودي برضو هدف من اهداف التعليم الفكر، انه يفكروا في جماعة عشان كل واحد يتبادل التفكير مع التاني. وبالتالي بلاقي واحدة بنت بتقول العلاقة ما بين الاثنين أداة تخزين، الدولاب أداة تخزين للهدوم، الذاكرة أداة تخزين لمعلوماتي، وهكذا. ممكن نقول أي عنصرين، أي عنصرين نتخيله، صورة والأسف. دي صعبة شوية، أصعب شوية من الأولانية، لأن ما بين عنصرين مختلفين، واحد مادي واحد معنوي، إيه العلاقة بين صورة والأسف؟ لكن برضو الأطفال الصغيرين بيجيبوها، بيفكروا بيجيبوها. الاثنين ينتموا إلى الماضي، إلى الماضي. طيب إيه العلاقة بين مراية بين مراية وشخص صادق؟ مفيش علاقة في البداية، بشاور مع بعض. إيه مراية يعني؟ مراية بنسرح فيها بتاع ما أعرفش إيه، يعني بقعدوا يتشاوروا مع بعض، لكن في النهاية خالص بلاقي واحدة أو اتنين أو أكتر. أيوة، المراية لا تكذب والشخص الصادق لا يكذب، ففي لينك ما بين الاتنين. مجرد عمل ربطة ما بين عنصرين، هو ده ببساطة بنسميه التفكير، بنساعد التلميذات إنه يفكروا فيه. والأمثلة دي على حسب سنهم، يعني كل مثال حضرتك بتديها على حسب المرحلة، على حسب السن طبعا، على حسب السن. في أمثلة تناسب مثلا 5 ابتدائي 6 ابتدائي، وفي أمثلة تانية بتناسب إعدادي. احنا هنا ابتدينا من 4 ابتدائي لغاية 3 إعدادي. مستقبلا عندنا فكرة ان احنا نوصلها لأولى ثانية وتانية ثانوي وتالتة ثانوي وتالتة ثانوي. في البداية كان عبارة عن نشاط خارجي، من 2006-2008 كان عبارة عن نشاط بجنب دراسة المدرسة، يعني بعد اليوم الدراسي عندنا وقت بنعمل فيه هذا النشاط. لكن بعد كده ابتدى يبقى حصة في اليوم الدراسي، نتيجة انه اما موجهين جم بيقولوا وبيتكلموا عن ما يسمى بالتعليم النشط، فلما سمعوا عن الحجرة دي اللي سماها حجرة التفكير قالوا ايوه هو ده بالظبط اللي احنا عايزينه في التعليم النشط. طيب ممكن تدولنا اذن ان احنا تبقى حصة داخل اليوم الدراسي؟ قالوا قوي، احنا نرحب بده. ومن 2008 لغاية النهاردة عندنا حصة في الاسبوع لكل فصل او لكل مجموعة، بيجوا هنا بياخدوا حصة تفكير. طب وايه سبب الديكور بقى بتاع الحجرة؟ السبب بسيط جدا، انه البنات او التلميذات اللي عندنا اتعودوا على فصل بنكة وكراسي، وكل واحدة بتقف في مطرحها، ما بتغيروش. ممنوع واحدة بنت تتكلم مع التانية لأنه هتتعاقب لو اتكلمت مع التانية. بالعكس، ده أنا هنا بقول العكس، ده أنا بقولها، ده أنا أحطهم خمسات مع بعض وبقولهم اتكلموا مع بعض. ده أنا اللي بطلب منهم إنهم يتكلموا، بس مش يهرجوا طبعا، يتكلموا، يقعدوا يتكلموا مع بعض ويبدوا مع بعض الفكرة عشان يجيبوا النتيجة. يهمني لما يقعدوا في أوضة زي دي انه ينسوا خالص المدرسه، يعني كان هدفي الاساسي انه ينسوا ان الصاله دي كان ممكن الصاله دي تبقى موجوده في نادي، كان ممكن تبقى في مبنى وحده مستقل. يعني كان هدفي الاساسي اما يجوا هنا ينسوا السبوره وينسوا الحيطان بتاع الفصل وينسوا البنوكه البنشات والكراسي، ويقعدوا براحتهم مقابل انه يركزوا في اللي احنا بنعمله فيما يسمى التفكير. اتمنى طبعا ان الفكره تروح بعد كده لمدارس تانيه، لما يجوا هنا يشوفوا الفكره عجبتهم يطبقوها في مدارسهم. عندنا هنا كل البرامج والمناهج اللي هم عايزينها، اهلا وسهلا. ما هياش حكر علينا. الفكره صحيح انا ابتديتها هنا، مش موجوده في مدارس تانيه، لكن طبعا اي حد اهلا وسهلا يجي ياخد الفكره ويطبقها عنده في كل حته. اتمنى طبعا هيكون يوم سعاده كبيره ليا نعرف الفكره دي اتطبقت في مدارس تانية وفي مصر كلها.
ميرسي.